بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي في مراجعة جديدة من مراجعات مادة الفقه نقدمها لكم عبر قنوات المنهل التعليمية. يسعدني أن أكون معكم في هذه المراجعة، وهي مراجعة لأبرز نقاط ورقتي عمل الوحدة الثالثة التي تتضمن درسين، الدرس الأول صلاة أهل الأعذار والدرس الثاني صلاة المريض. يسعدني أن أكون معكم في هذه المراجعة أستاذ أحمد إبراهيم. بداية أريد قبل أن ننطلق أن ننوه على أن هذه المراجعة هي مراجعة لأبرز النقاط الموجودة في ورقتي العمل، لكن لا يعني ذلك أن نغفل بقية النقاط كما أنبه وأنوه كل مرة، فكلها طبعا من الأهمية بمكان. دعونا نأخذ بداية في الأول مراجعة لأبرز النقاط الموجودة في الدرس الأول صلاة أهل الأعذار. طيب، واحد، الأعذار هي الأسباب التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة وليس بالطبع طبعا تركها بالكلية. رقم 2، الأعذار هي الحراسة، حضور طعام يشتهيه لكن ليس طبعا دوما، ليس بصفة دائمة، السفر وكذلك المرض ومدافعة البول أو الغائط، وأخيرا الوحل أو المطر الشديدين. رقم 3، لا يجوز طبعا التخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر وإلا تصبح الصلاة ناقصة، فإنه طبعا لا يجوز أن الإنسان يتخلف عن صلاة الجماعة وما عنده عذر يجعله يتخلف عن صلاة الجماعة. رقم 4 وأخيرا، لا يجوز طبعا حضور الصلاة بعد أكل ثوم أو بصل. لماذا؟ لما فيهما من رائحة يعني قد تؤذي طبعا الملائكة وتؤذي البشر كذلك. ننتقل إلى النشاط الأول في الدرس الأول صلاة أهل الأعذار. ضع علامة الصح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم 1، من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة حضور المناسبات الاجتماعية. بالتأكيد إجابة خاطئة طبعا. رقم 2، من سماحة الإسلام أنه رخص لأهل الأعذار التخلف عن صلاة الجماعة، أباح لهم وأباح لأهل الأعذار أنهم يتخلفون عن صلاة الجماعة. نعم، إجابة صحيحة، أي نعم. رقم 3، الحراسة من الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة. أحسنت، إذا كما ذكرنا منذ قليل لا يجوز للمسافر التخلف عن صلاة الجماعة، من يسافر سفرا طويلا. بالتأكيد إجابة خاطئة طبعا. رقم 5، من أكل بصلا أو ثوما فلا يجوز له الذهاب للمسجد لأنه يؤذي الناس. إجابة صحيحة، أحسنت، يعني لا يؤذي الناس فقط بل يؤذي الملائكة معه كذلك. نتابع بقية النشاط الأول. رقم 6، يحرص الإسلام على الذهاب إلى المسجد بالروائح الطيبة، الإنسان يتعطر ويضع أفضل الطيب وأفضل الروائح وهكذا. بالتأكيد إجابة صحيحة. رقم 7، لا يجوز لمن حضر الطعام أن يتخلف عن صلاة الجماعة دائما، حددها هنا بكلمة دائما، يعني لو أن إنسان مثلا يريد أن يتخلف عن صلاة الجماعة بصفة دائمة عندما يعني تحين الصلاة يبدأ في وضع الطعام بصفة دائمة. بالتأجيل، بالتأكيد إجابة صحيحة طبعا، أنه لا يجوز له أن هو يعني يتخلف عن صلاة الجماعة بحجة أنه جوعان وطبعا بحجة حضور الطعام وهكذا. رقم 8، التخلف عن صلاة الجماعة معناه ترك الصلاة مطلقا. بالتأكيد لا طبعا، إجابة خاطئة. رقم 9، من تخلف عن الجماعة لغير عذر فصلاته ناقصة. بالتأكيد، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. فلا صلاة له يعني صلاته ناقصة، أي لا يعني لا صلاة كاملة، يعني صلاته ناقصة. نتابع النشاط الثاني. أجب عن العبارات الآتية. رقم 1، عدد 3 من الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة وترك الجمعة والجماعة للرجال. بالتأكيد ذكر منذ قليل، تفضل. ممتاز، إذا الحراسة والمرض كذلك والسفر، طبعا منها حضور طعام يشتهيه، المطر والوحل الشديدين وهكذا. ما حكمه؟ رقم 2، من تخلف عن صلاة الجماعة لغير عذر، وما الدليل؟
أحسنت، لا يجوز. لماذا؟ طبعا الحديث ذكرناه منذ قليل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع نداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. رقم 3، بين سبب إباحة أو إباحة ترك الجمعة والجماعة في الأعذار الآتية. يعني نكتب، هل يجوز؟ نكتب لماذا، يعني لماذا أباح للمريض أن يصلي في بيته وكذلك تأذي بالمطر الشديد؟ أحسنت، ممتاز. لما ترتب عليه بمشقة وضرر أكبر، يعني إنسان مريض لا يستطيع أن يتحرك مكانه، فبالتالي لو تحرك مكانه سيكون ذلك يعني فيه مشقة عليه وقد يسبب ضررا أكبر. رقم بقى، التأذي من المطر الشديد. أحسنت، قد طبعا يتسخ ثياب الإنسان وفي ذلك مشقة وضرر عليه، يعني وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى الغرق. أحسنت، نتابع بقية النشاط. وضح حكم ترك الجماعة والجمعة في الحالات التالية، يعني نكتب يجوز أو لا يجوز. عند الحراسة، أي نعم أحسنت، يجوز. عند السفر بالطائرة، يجوز كذلك. أحسنت، عند الانشغال بالضيوف، لا يجوز. أحسنتم. رقم 3، النشاط الثالث، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1، من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة. رقم ألف، المرض. باء، المناسبات الاجتماعية. رقم جيم، مراجعة الدروس. رقم دال، زيارة المريض. بالتأكيد رقم ألف، المرض. رقم 2، حكم الذهاب إلى المسجد بالروائح الكريهة، واجب، مستحب، غير جائز، محرم. ممتاز، غير جائز، طبعا لم يصل إلى مرتبة الحرمة التي يعني يرتكب فيها الإنسان يعني حراما ويأخذ عليه ذنبا. رقم 3، يعمل نواف في حراسة الحدود الجنوبية أو الحد الجنوبي، فما حكم تخلفه عن صلاة الجماعة؟ هل يا ترى يترك الحد ويترك يصلي ويذهب للصلاة أم ماذا يصنع؟ أحسنت، إذن يجوز أن يتخلف عن صلاة الجماعة. ننتقل إلى الدرس الثاني وهو صلاة المريض. رقم 1، في النقاط البارزة في هذا الدرس، يكتب الله سبحانه وتعالى للمريض والمسافر أجره كاملا كما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني لا ينقص من أجره شيئا. رقم 2، يجب على المريض أن يؤدي الصلاة حسب استطاعته ويفعل من شروط الصلاة ما يقدر عليه، نحو الوضوء طبعا والطهارة واتجاه ناحية القبلة وهكذا، فإن عجز عن شيء من ذلك سقط عنه، اللي ما استطاع مثلا القيام لا شيء عليه، ولو أن يجمع بين الصلاتين إن احتاج إلى ذلك. رقم 3، هناك أوضاع طبعا للمريض يصلي حسبها، وهو أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا على ظهره. رقم 4 وأخيرا، من عظم شأن الصلاة طبعا مما نلاحظ من خلال النقاط السابقة أنها لم تسقط عن المريض مطلقا، فإن لم يستطع قائما أو قاعدا أو على جنب أو مستلقيا على ظهره، فإنه مثلا حتى يصلي على يعني بقلبه، يأتي بفعال الصلاة بقلبه، ونلاحظ لا تسقط الصلاة أبدا عن المريض. إذن الدرس الثاني صلاة المريض، النشاط الأول، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم 1، يجوز للمريض أن يترك الصلاة أثناء مرضه؟ طبعا، يعني منذ قليل أخبرنا عن ذلك، الإجابة خاطئة. إذا لم يستطع رقم 2، المريض أن يصلي قائما صلى مستلقيا، إجابة خاطئة طبعا، إن لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي طبعا قاعدا. رقم 3، الإجابة سبقتنا، يفعل المريض من شروط الصلاة ما يقدر عليه، بالتأكيد إجابة صحيحة. رقم 4، من عظم شأن الصلاة أنها لم تسقط عن المريض، أحسنت، إجابة صحيحة. رقم 5، للمريض أن يجمع بين الصلاتين إذا لازمه الأمر أو لزمه الأمر، أحسنت، إجابة صحيحة. يعني قد يدخل مثلا في غيبوبة والعياذ بالله، أو يدخل مثلا في عملية جراحية يعني ستطول به، فله أن يجمع بين الصلاتين. رقم 6، يكتب الله سبحانه وتعالى للمريض والمسافر ما كان يعمله صحيحا مقيما، أكيد إجابة صحيحة. رقم 7، إن شق على المريض أعمال الصلاة أجراها بقلبه،
بالتأكيد أحسنت، ولا تسقط عنه مهما كان ومهما كان حاله. النشاط الثاني، أجب عن العبارات الآتية: رتب حالات وضع المريض في صلاته، يصلي على جنب، يصلي قائما، يصلي قاعدا، يصلي مستلقيا على ظهره. شكرا لكم. رقم واحد، أحسنت، يصلي قائما فإن لم يستطع، صلي قاعدا فإن لم يستطع، صلى على جنب فإن لم يستطع، فيصلي مستلقيا على ظهره. طيب، رقم اثنان، ماذا يفعل المريض إذا لم يستطع القيام في الصلاة؟ إذا لم يستطع القيام بالنسبة لحركات الصلاة وأركانها وواجباتها وكذلك. أحسنت، إذا فإن يصلي قاعدا متربعا ويومئ، أي يشير ببدنه أو برأسه في الركوع والسجود. هذا أحبائي الطلاب نهاية درسنا اليوم، وشكرا لكم على حسن استماعكم، ودمتم في أمان الله. أراكم على خير في مراجعة جديدة إن شاء الله. لكم مني أطيب التمني بالنجاح والتوفيق، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.